شي كان كيف المطر. شوف شوف المطر. لا لا عم تمطر. فكرت وقفت والله. شوف المطر قد ايه حلو قوي. فقررنا فجاه خطر على بالنا انه نطلع على ابو ظبي. اللي ما بيعرف ابو ظبي بعيده عننا تقريبا حدود ساعتين بالسياره، بس يعني خلص بدنا نطلع يعني بدنا نطلع. فطالعين على ابو ظبي، عملت ميك اب سريع خفيف لطيف، شعري نكش ما بعرف ليش كان حلو، لبست هاد شفته قبل بمره بس ضفت له هاي الاشياء الكيوت. فعم استناهم يخلصوا حتى نطلع. شوفوا مطر. انا ما لما صورت لكم وحياة الله ما كنت بعرف انه لسه عم تمطر، فكرت وقفت. شوف ما احلى الفيو. المهم يلا ننطلق، جوعانه كثير. بس انا بقول بس نوصل ناكل او نجيب شيء على الطريق بعدين ننطلق. جايز نزلنا ولساته عم تمطر، الاجواء كثير 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 حلوه. فبدنا ننطلق هلا، طريق ساعتين. ويعني شوفوا الصراحه بدنا نفتح السقف، ما في سقف بالسيارة. بدي افتح البوابها. لا تفتح البوابة، بدي تفتح الشبابيك بس. الحلو انه يعني هاي صراحة طلعة ما كانت يعني ما كانت بالحسبان، يعني فينا نقول لانه ما كنا مقررين. يعني في الصبح هيك لقيت الجو حلو، قلت لماما تروحي على ابو ظبي؟ قلت لي اوكي بروح. قلت لها لين تروحي على ابو ظبي؟ قلت لي اوكي بروح. فحملنا حالنا وطلعنا. فيس هيك الحياة سهلة، قرروا امتكم تروحوا وطلعوا بس ايزي. هاي جايز من ابو ظبي. تخيلوا سقنا، مو سقنا، سقت. حملكم جميله اني سقت ساعتين. دي جاي مين من الناس نمين؟ كانت قاعده ورا طول الطريق ومبسوطه بشعرات الكيرل. اول شيء بدي اورجيكم قديش طلع حلو. وايد اول شيء هذا شعراتها كثير 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 عاجبني. لفي لفي اعطينا لفه هيك سريعه، مع انه عامله شاور وطالعه بس انه طالعين كثير كثير حلوين. المهم حاسه حالي مسافره. هون مامي. هاي ماما. هاي ماما مرافقه كل السفر، هي بتكون عم تشجعني. جو لانا، جو جو لانا، جو وقتك حلوه، جو. عم تشجعني وانا قلبي مقطوع لانه كانت كابسه مطر. رح احط لكم لقطات ماما صورتها. دبي كانت كابس مطر. نحن فتنا على ابو ظبي راح كل شيء. فاجواء هون جدا روعه، حاسة حالي مسافرة برا الدولة وحياة الله. فجينا على مول بدنا نشتري زينة رمضان. حاب اقول لكم نحن جينا على ابو ظبي مشان نشتري زينة رمضان. شوفوا قديش نحن. فهون عايشين اجواء الفالنتاين. المول كتير حلو، ريحته كتير حلوة، وفي العاب بدي اطلع العب بالالعاب بس خلص. وبس يلا ندور على مكان لزينة رمضان. اوكي جايز، بعد ما رجعنا من الاردن المنسف ما عم يطلع من راسنا، فقررنا ناكل منسف بابو ظبي. وراكم وراكم المنسف. انا كثير بحب المنسف، انا انسان عن جد عاشق للمنسف. فمس كثير اكل. اوكي جايز، بدنا نورجيكم لعبتنا انا ومصطفى الجديده. هذا المياج اشتريناه، ففي حركه بعمل لي اياها مشان يصير حماس اكثر لانه هو الطفولي هذا. شدك السوار لسته كسر عصعصه بس كثير حلو. بالله عليك ورجيهم كيف تعمل الدريفتنج عن جد. صح بطل الله يوجعه. شايفي اخذ الشنطه ورايح. يلا طب والله حركات. مصطفى شو هذا؟ بحياة ستك مصطفى؟ البيت اه لا بيروح بيروح. لا عم تسوي لنا حركة حلوة. والله كانت حلوة يا زلمة. صار لك ساعة عم تمشي صغبط، شبك هلا وطلت تورجيهم مهاراتك. يلا عن جد ورجيهم كيف كنت عم تفحط قبل شوي. والله عن جد خبرة 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 خبرة. بعد عن الشلاتة شفت هون. يا زلمة بتروح شنطتي بحق. يا الله.